إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الأيام في أواخر ذي القعدة، وندخل في هذا الأسبوع على الأيام الأول من ذي الحجة، وهذا الشهر من الأشهر العظام، من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ومن هذه الحرم ذو الحجة. والأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله، ومنها يوم النحر ويوم القر، هو اليوم الذي يقع قبل يوم النحر، يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. فنحن نستقبل هذه الأيام العظيمة التي أقسم بها المولى جل وعلا في كتابه، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أقسم بها سبحانه، والله لا يقسم إلا بعظيم. وذكرها سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أتممناها بعشر، قال بعض المفسرين هي العشر الأول من ذي الحجة. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نقل ابن رجب في لطائف المعارف أن من العلماء من قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي الأيام الأول من ذي الحجة. فنحن نستقبل أياما عظيمة. جاء في صحيح البخاري ومسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني الإنسان اللي بيعمل عمل صالح في هذه الأيام ما يعدل أحد ولا المجاهد في سبيل الله، إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، أن يذهب الرجل بماله وبنفسه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يعقر فرسه ويذهب ماله ودمه، ده بيكون أفضل. أما غير كده، الأفضل الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام العظيمة المباركة. اختلف العلماء هل الأفضل الأيام العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة، فذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وابن عثيمين مال إلى القول الآخر عليه رحمة الله أن الأفضل الأيام الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. والذين قالوا الأفضل الأيام الأول من ذي الحجة قالوا: الفضل في العشر الأواخر من رمضان مختص كزيادة بليلة القدر، أما هذه الأيام من ذي الحجة كلها خير العشرة. وقول الجمهور: العشرة الأول من ذي الحجة أفضل. وابن كثير جمع جمعا لطيفا جميلا، قال: العشر الأول من ذي الحجة أفضل من حيث الأيام، يعني من حيث النهار، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من حيث الليالي، لأن ليلة القدر في الليل. قال: وبهذا يجتمع شمل الأدلة، الأيام الأول من ذي الحجة لماذا هي أيام هي أفضل الأيام عند الله؟ ليه يا أخوان؟ قال العلماء: لأنه تجتمع في هذه الأيام أمهات العبادة، وما بتجتمع إلا في الأيام دي، من الصيام والصدقة والحج، دي ما بتجتمع مع بعض إلا في هذه الأيام. الأيام الأول من ذي الحجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كلها 9 يوم، كما ذكر في سنن أبي داود كان يصوم الأيام 9، وآكد الصيام صيام يوم عرفة. بالنسبة للإنسان المحج الحج ده ما بيصوم، يمشي جبل عرفة يصعد عليه ويوم دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى، وهو ركن من أركان الحج الأربعة: الإحرام، السعي، الطواف، الوقوف بعرفة، وهو أجل أركان الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، حصر الحج في عرفة. ولا يدل على أنه ما في أركان ثانية في الحج غير عرفة، لا، في أركان ثانية 3 غير عرفة، لكن لما كان الوقوف بعرفة أجل شعائر الحج جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج كله عرفة. كويس. وتجتمع يا أخواننا أمهات العبادة في هذه الأيام، وأفضل عبادة في هذه الأيام الحج، لأن الحج فريضة على الإنسان في العمر مرة، والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان، فالحج من أعظم الشعائر، والإنسان إذا استطاع إليه سبيلا ما يقدم عليه شيء ثاني. الشيطان بيغريك ويغشك، يقول لك قروشك دي ما تكملها كلها في الحج، أصبر بتلقى قروش غيرها. يا زول عندك طريقة، عندك مال تمشي تحج، حج بيت الله طوالي،
الله تبارك وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا إخوانا، الحج فيه من معاني الإيمان ومن التوحيد الشيء العظيم. شوف ربنا يقول لإبراهيم شنو؟ يقول: وإذ بوأنا، يعني أرشدنا وهيأنا، حتى ذكر إنه جات ريح لما إبراهيم أراد أن يبني البيت عليه السلام، جات ريح ونظفت المكان، مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. سبحان الله، شوف أول وصية شنو؟ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أرشدناه لمحل البيت، ألا تشرك بي شيئا. الوصية دي لمنو؟ لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي كسر الأصنام، هو الذي حارب المشركين، هو الذي ناقش قومه في التوحيد. بعد ربنا يقول له ألا تشرك بي شيئا. الكلام ده كان بعد معركة في التوحيد بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. جل أبوه قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لاحظوا يا أخواننا، توحيد وأدب، لأنه من الناس من يفهم من الدعوة للتوحيد سوء الأدب مع الوالدين، يقول لهم كلام سيء وفظ وقلة أدب مع والدينه. التوحيد ما داير إساءة للوالدين، لكن ما داير مجاملة. إبراهيم عليه السلام بيكلم في أبوه، قال: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أنت قادر تخلي آلهتنا؟ أنت ما دايرة؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام وعد أبوه إنه يستغفر له، وهو الوقت ذاك ما نزل عليه من ربنا إنه ما يستغفر للمشرك ولو كان أبوه. عشان كده ربنا قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال: لا بستغفر لك، مع إنه مشرك. ربنا قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. كويس، ربنا عليك توكلنا إلى آخر الآيات. ربنا قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إبراهيم عليه السلام جل أبوه، ربنا قال: وإذ بوأنا. شوف بعد الكلام ده كله معركة مع قومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كويس، ناقش قومه في التوحيد نقاش واضح، نقاش واضح. والليلة يا إخواننا الأمة دي أحوج ما تحتاج إلى نقاش واضح في العقيدة، لأنه في ناس بيعبدوا قبور. يا أخي ما القضية مش إنت ده بيعبد صنم وده بيعبد قبر، القضية زول بيعبد غير الله، صنم، قبر، شيخ، ضريح، غيره، مش بيعبد غير الله. ده ما ينفعه ولا يضره، بل يضره في الآخرة ويدخل جهنم بسبب العبادة دي. قبور الآن تعبد، هذه جنبنا بجاي ولا بعيد، خليك من ده. واحد بيقول لهم، ببشر في المريدين بتاع إنه قال ميكالو، جبريلو، ميكالو، إسرافو، ده مش ملائكة عظام الثلاثة، قال هم جنودية في التصريف وتحت إمرتي. يا أخوانا زول ما بعيد من هنا، قريب بجاي في السوق الشعبي هنا دافنينه كويس، وعنده أتباعه من هنا إلى ألمانيا. قال ديل الملائكة ديل كلهم هم جنودي في التصريف وتحت إمرتي، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون كله من رحمتي. ده شرك راسه عديل، شرك واضح كويس.
يا اخوانا معقول احنا ما ننكر كلام زي ده؟ زول يجي يقول لك خلي الامه، والله تخليها تضيع كلها. تخليها كيف؟ امه غرقانه في شرك زي ده وبلاوي، الا من رحم الله جل وعلا. ابراهيم عليه السلام بعد معركته في التوحيد ربنا قال له امشي، واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. يا اخوانا ابراهيم يشرك بالله؟ حاشاه. لكن التنبيه، لانه الموحد دار توحيد ذاته. انت قال روحك بتكتفي يومك تحس بروحك اكتفيت من التوحيد، اعرف انه عندك خلل في ايمانك، والله عندك خلل في توحيدك. الموحد ما بيشبع عصو من التوحيد. قال الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. ابن كثير قال من الشرك وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذن في الناس بالحج. قال له نادي في الناس. ابراهيم عليه السلام قال وما يبلغ صوتي يا رب، أأذن في الناس دي كيف؟ والبسمعني منه؟ قال وما يبلغ صوتي، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالك. قال عليك البلاغ، عليك البيان وعلينا البلاغ. إبراهيم رفع صوته بقى بنادي، قيل طلع على جبل الصفا فوق بقى بنادي يا أيها الناس إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. كويس؟ أذن في الناس بالحج، سمعه كل شجر وحجر وكل بشر حتى من في بطون أمهاتهم وحتى من في ظهور آبائهم كلهم سمعوا. كويس؟ وانخفضت الجبال تواضعت حتى يصل الصوت ورد عليه الجميع شجر حجر بشر لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية اللي بيقولها الحجاج الليلة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك، يعني انت بتلبي دعاء. من الذي دعاك؟ نادى ابراهيم عليه السلام في الناس واذن في الناس بالحج ياتوك رجاله، عشان كده الناس يمشوا هناك يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. كويس؟ ابراهيم نادى في الناس، ربنا قال ياتوك رجاله وعلى كل ضامر، دي الابل ضامرة من الجوع جاية من مسافات بعيدة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. الفجاج هي السبل خلال الجبال، الناس بيشقوا الجبال يعني بالفجاج، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. يشقوا الفجاج عشان يجوا الحج هناك. يا سلام، ما من نفس مؤمنة إلا وقلبها معلق ببيت الله جل وعلا، القلوب تهفو إلى البيت وترغب فيه. قال تبارك وتعالى عن إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الما مش دار يمشي والبيمشي الحج أو العمرة يتعلق قلبه بالبيت فيحب الرجوع إليه. سبحان الله، عشان كده بعض العلماء ذكر إنه الإنسان لما يطوف بتكون الكعبة على يده الشمال وبكون طائف. قالوا في هذا أن القلب تجاه الكعبة، وما في بيت يا أخواننا الناس بيطوفوا به إلا الكعبة. ما ينزل يغشك يقول لك أكن فاتك الحجاز أمشي بحراز، بحراز بتاع شنو؟ الحج ده هناك في بيت الله الحرام، ما في حج في بحراز ولا في السودان، السودان ما فيه حج، الحج ده هناك. في ناس غشهم مساكين يا أخواننا، لقوا أهلنا بسطاء وجهال غشوم، امشي بحراس حج هناك وامشي وين الشكيني بحج. يا زول الحج في بيت الله، ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. اول بيت بني في الارض البيت الحرام. جاء في حديث ابي ذر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ساله ابو ذر قال اي بيت وضع في الارض اولا؟ قال البيت الحرام. قال ثم اي بعده شنو؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. أول بيت وضع للناس. لذلك يا أخواننا في هذه الأيام أفضل عمل الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وبعد ذلك يجتهد الإنسان إذا ما وفق إلى البيت الحرام إلى الحج والعمرة، يجتهد الإنسان في العمل الصالح أن كان وحيث كان. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن العمل الصالح أن تحرص على الصيام، صم اللي تستطيعه من الأيام التسعة الأولى. طبعا الصيام يوم العيد محرم، ما بجوز إجماعا، ما بجوز تصوم يوم العيد، لكن تصوم من يوم واحد لحد يوم تسعة ذي الحجة، وفيها صيام يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية. سنتين ربنا يكفر لك ذنوب كلها بصيام يوم واحد، صيام يوم واحد بس. ما تعمل لك فيها مشغول، زول يقول لك اليوم ده يوم السوق ذاته، وده نحن ما بنقدر، خشينا السوق وتعب شديد، يوم السوق ولا يوم غيره، لو تخلي السوق صم وما في شيء بيمنعك، خليك في سوقك ده ذاته كويس وصم، ما في إشكال. أحرص على صيام هذه الأيام، وكذلك قم من الليل ما تستطيع، هل بتقدروا يا أخواننا؟ قيام الليل يكتب للإنسان بركعتين، يعني ما صعبة، ركعتين قمتين بالليل يكتب لك قيام ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل قام من الليل ثم أيقظ امرأته فإن لم تقم قال نضح عليها الماء، يشيل موية صحية صحية بالموية، قال فقاما فصليا ركعتين إلا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأيام دي يا أخوانا العمل المفضول يصير أفضل من العمل الفاضل في غيرها، فاحرص أن تصلي من الليل ولو شيئا قليلا. قال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ينزل المولى جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، انتبه، ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نقول ينزل ككذا أو ككذا أو كنزول فلان أو فلان من المخلوقين، أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن ينزل إلى سماء الدنيا فينادي العباد: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ المولى بناديك وانت نايم، ولو كان الليلة في وزير ولا إنسان مسؤول بيقدم للناس هدايا ولا بيوزع لهم أراضي وقال للناس يجوا قبل صلاة الفجر في وقت السحر، يجوا قبل صلاة الفجر بتلقى الناس ذي واقفين صف بيحرمون جوه كلهم، ما بتفرط في هذه أرض هنا، فما بالك بدعوة واحدة تكسب منا خيري الدنيا والآخرة، دعوة واحدة تكسب منا الجنة عرضها السماوات والأرض، دي دار لا وقفة بالليل دعاء في ركعتين تسأل المولى، بقول لك بناديك بقول لك: هل من داع فأستجيب له؟ وانت نايم ما شغال بالموضوع ده. وأسوأ من ذلك من يقوم في هذا الوقت المبارك ويدعو غير الله عز وجل، زي ما قال في التلت ناديهم، يعني تنادي غير الله، قوم وصيح بيهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم. يا زول ياخذ وقت المولى عز وجل يتقرب فيه للعباد ليدعوه، تدعو فيه غير الله جل وعلا، هذا من أعظم الإثم. لذلك عباد الله احرصوا هذه الأيام على العمل الصالح،
والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، خالصا لله، ما رياء ولا سمعة. ولا شفت الناس صايمين بالصوم والناس صايمين يوم عرفة، انت صايم بتصدق وبتصدق، لا، مش الناس بيضحوا انت بتضحي بس عشان ترضي اولادك، عشان اولادك ما يزعلوا، عشان تظهر قدام الناس ما شاء الله فلان جاب خروف شكله كيف، لا 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 لا. العمل الصالح ما كان خالصا لله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ربنا دار التقوى ودار الإخلاص، يكون خالصا صوابا أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعمل من العمل إلا ما كان مختوما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعينوا بالله واعملوا صالحا في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.